نذهب أيضا إلى ضيفي من المشاعر المقدسة الأستاذ عيسى المقيط، وهو قائد أحد أفواج الحجاج هذا العام. حياك الله معنا أستاذ عيسى. حياكم الله، أهلا وسهلا. كيف يتم التخطيط لعملكم، وكيف سارت الخطة المعدة في الحج لتقديم الخدمات للحجيج كما ونوعا؟ بعد البدء نحمد الله ونشكره على هذا النجاح الذي يتحقق الآن، ولله الحمد المنة. المعايير على أعلى معايير تتوقعها يا أخي فاضل، يعني من الجودة، من السلامة، من الخدمة، من تهيئة الحاج بالدخول في النسك، ولله الحمد المنة. عمل جبار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين عنا خير الجزاء، وأن يحفظ لنا مملكتنا الغالية على تهيئتها لهذه الخدمات جميعا. الحمد لله. لكن في عملكم تحديدا قيادة الأفواج، ما هي المهام الرئيسية لكم؟ نعم، نحن نقوم على المحافظة على سلامة الحاج وقيادته من الحافلات إلى الحرم وإلى المشاعر. ممتاز. وبحيث نطمئن عليه بأن يكون بكامل جاهزيته وسلامته، والجماعة واللجان الموجودة وفروا لنا حتى قادة صحيين ومندوبون من وزارة الحج. هذا دليل على الاهتمام الكبير من الدولة للحاج. ممتاز. كيف تابعتم على أرض الواقع من خلال احتكاككم بالحجيج التزام الحجاج بالتعليمات والترتيبات المعدة لهم في المشاعر، خاصة أنه لن تتخيل مستوى الوعي. ممتاز. لدى الحاج. تبارك الله. ممتاز. تبارك الله، تبارك الله، يعني بسبب سهولة الخطة ووعي الحاج ولله الحمد والتخطيط المدروس، يعني تم هذا النجاح الكبير ولله الحمد المنة. خاصة أنه في هذا الموسم الاستثنائي أضيفت أيضا احترازات صحية خاصة بجائحة كورونا. نعم 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 نعم، ولكن لم نشعر أننا يعني بسبب، يعني مثل ما قلت لك، التخطيط الجيد، لم نشعر أن هذا عائق علينا، وبالتالي كان الجميع مدرك لما نحن فيه، ونجحنا ولله الحمد بالوصول إلى مشعر عرفات ومزدلفة وطواف الإفاضة إلى أن وصلنا إلى سكننا في منى الآن. شكرا لك الأستاذ عيسى المقيط، قواكم الله قائد أحد أفواج الحجاج هذا العام. كل الجهات الحكومية تسخر جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام وكل عام، يعني ليس جديدا ما يقدم في هذا العام، فهو استمرار وتراكم لجهود سنوات طويلة لخدمة الحجيج التي تشرف بها قيادة المملكة العربية السعودية ويشرف بها خادم الحرمين الشريفين، ونحن أيضا نتشرف بها أن نكون خداما لحجاج بيت الله الحرام وللحرمين الشريفين.